بص يا جماعة، دلوقتي ده الفستان اللي هنبتدي نعمله. طبعا فستان خروج سهل قوي قوي بسيط. طبعا الفستان ده لكل المقاسات، اهم حاجة بس اللايك الجميل وتعالي لك مشترك في القناة لو عجبك الفستان، ولو ما عجبكيش قوليلي في التعليقات برضو. واللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض الفستان ده بطريقه سهله قوي قوي بسيط. طبعا هنعرف ازاي نعمل الخداع البصري ده، وازاي الفستان من فوق مقفول ومن تحت مقفول وفي النص في مرض، ده كله هنعرفه في الفيديو ده. اول حاجه كده يا جماعه خالص لازم نعمل الجيبه بتاعتنا. الجيبه بتاعتنا هنبتدي نحط محيط الوسط على طول، ومش هنبتدي ان احنا نحط اي محيطات كبيره. وبعد ما نحط محيط الوسط على طول هبتدي كده انزل بطول الجنب، واعمل بعد كده محيط الارداف واللي هو معايا بالظبط 11 سنتي، تمام كده. طيب وبعدين هبتدي ان انا اوصل، بس مش هوصل بالمسطره زي ما انا حطاها، لا انا هعمل المسطره كده اللي هو تبقى ايه زاويه يعني زاويه كده ايه زي حرف زي كيرف كده، تمام. وبعد كده هبتدي اقص طبعا الجيبه بتاعتنا. طيب دلوقتي احنا في الجيبه على طول، لان البلوزه اللي من فوق احنا اساسا عاملينها مركبينها كلها على بعضها، هي بطرون اساسي وقصيناه، وبعدين كم بطرون اساسي وبرده قصيناه. طيب ودلوقتي ادي الجيبه يا جماعه معايا اهي زي ما انت شايفه، وادي كمان الباترون التصميم اللي احنا عاملينه من فوق زي ما انت شايفه برضو. دلوقتي بقى هنعمل ازاي المرد يا مريم، وفي نفس الوقت هيبقى من فوق زي ما فيهوش مرد ومن تحت ما فيهوش مرد، ده هنعمله ازاي؟ هقولك ازاي. هنبتدي الاول نجيب الجيبه ونقسمها نصين، وبعد كده طبعا عشان الجيبه من هنا 1 سنتي كبيره او 1.5 سنتي كبيره، ومن هنا 1.5 سنتي كبيره، هنبتدي ناخد منها عشان نعمل في المرد بتاعنا، تمام كده. طيب دلوقتي هنبتدي نقص المرد الخارجي، وهنبتدي ان احنا نجيب بقى بعد ما نقص المرد الخارجي، بصي كده هبتدي اقصه 2 سنتي طبعا زي ما متعودين على 2، يعني الجزئيه دي هتطلع لي 2، تمام كده. وبعد كده يا جماعه هنبتدي ان احنا بقى نتني طبعا المرد الخارجي ده، وهبتدي اركبه، بس مع تركيبه هبتدي اتني من الجيبه 1.5 سنتي زياده وادخلهم ضمن المرد بتاعي، تمام. بصي كده هنبتدي ان انا اخد 1.5 سنتي زياده عشان ادخلهم ضمن المرد بتاعي زي ما هتشوفي كده بالظبط، او شايفه ازاي، هبتدي اخدها كده 1.5 بالظبط وادخلها ضمن المرد. دلوقتي بعد ما خلصت المرد وظبطته وركبته، هبتدي ان انا اركب الجيبه في التصميم بتاعي، وزي ما انت شايفه كده هبتدي ان انا اركبها. بصي بقى واحده واحده كده، وهنبتدي نركبهم مع بعض، بس واحنا بنركبهم هنركب واحده على واحده. يعني ايه؟ يعني المرد الزياده بتاعنا هنركب واحد على واحد، بحيث ان احنا نقفله كمان بالمره، تمام كده، لان التصميم بتاعنا مش بيفتح المرد خالص، هو الفكره كلها ان دي زراير شكل بس كده، شكل من فوق، تمام كده. وهنبتدي ان احنا قفلنا من فوق اهو، هنبتدي كمان نقفل من تحت زي ما قفلت من فوق بالظبط، وهبتدي اقفله من تحت. وطبعا انت هتقفليه من النص وهتركبي فيه الزراير كلها كانها ايه بالظبط مرد وكده. طيب وهنبتدي ان احنا نقفل كده، وبعدين هنبتدي نعمل بقى الكشكشه اللي جايه من تحت، هتعملها بطريقه جميله برضو، هتبقى مسافتها 8 سنتي. هنبتدي نركبها، وطبعا هناخدها خط واحد ايه مستقيم، يعني ما تبقاش فيها اي حاجه انفصاليه في النص خالص. ليه؟ عشان تبان ان هي من فوق قوي ما فيهاش مرد، ومن تحت خالص ما فيهاش مرد، وفي النص المرد بس، تمام كده يا جماعه. وهنبتدي نعمل الكشكشه في الجزئيه دي كلها. دلوقتي هبتدي اقصها بس اهو، وهبتدي اعمل الكشكشه فيها زي ما انت متعوده اهو. هي كشكشه برده سهله قوي وبسيطه، او كسرات متفرقه، يعني كسرات عشوائيه بسيطه. العشوائيه يعني يا مريم، يعني ان انا ما باخدش مقاساتها، كسرات كده ورا بعض ورا بعض ورا بعض من غير ما اخد مقاسات. طب امتى باخد مقاسات؟ لما بتكون كسرات ايه مرتبه ومنتظمه في بعضها كده، ايه بتكون شكلها اشيك برده ومظبوطه. هخلص الكسرات وهوريكي ازاي تركبها برده ضمن التصميم بتاعنا. We'll be right back.
يا جماعة ده الشكل النهائي بتاعنا اهو، زي ما انت شايفة الفستان اتعمل بنفس الصورة ونفس الشكل ومن غير اي حاجة خالص. اهم حاجة بس اللايك الجميل والتعليق والاشتراك في القناة، وفي امان الله يا اجمل جمهور في الدنيا. ما تحب تعليم الخاتمة مريم احمد، كل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا.